بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ليتفقهوا في الدين. قبل عدة أيام صدر بيان وصدرت فتوى خاصة من مجلس الإفتاء السوري، كانت تتحدث عن حكم تغيير الاسم والشهرة والكنية في حال الحصول على جنسية بلد جديد. وكان ملخص هذه الفتوى التي سنتحدث في تفصيل أكثر في بداية هذه الحلقة من برنامج ليتفقهوا في الدين أن هذا الإجراء وهذا الأمر محرم في الدين الإسلامي. ولكون فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن سعيد حوى الذي نكون معه وفي ضيافته في كل خميس في هذا البرنامج، هو أحد أعضاء هذا المجلس، فلعلنا نتحاور معه بشكل مفصل في هذه الفتوى. كما بالتأكيد أذكركم بأنه بإمكانكم توجيه أي سؤال تريدون الحصول على إجابته خلال حلقتنا منذ الآن وحتى نهاية الحلقة، إما بالاتصال الهاتفي أو من خلال كتابة تعليق بهذا السؤال من خلال البث المباشر على صفحة قاف التفاعلية على فيسبوك. يسعدنا الترحيب بفضيلة الدكتور أحمد بن سعيد حوى، حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله، أهلا وسهلا، بارك الله بكم. يا مرحبا بكم شيخنا، حياكم الله. سيدي اسمح لي أن أبدأ يعني من حيث بعض الاعتراضات على الفتوى قبل الدخول في تفاصيلها. يعني ما الذي دفع مجلس الإفتاء السوري أن يصدر وينظر أصلا في هذه المسألة في هذا الوقت تحديدا؟ يعني البعض يقول أنه يعني من باب أنه يعني انتهت كل مشاكل الأمة ولم يتبقى إلا مسألة تغيير الأسماء والكنى، ومن ناحية أخرى أن أصلا الوقت متأخر، يعني من حصل على الجنسية على الأغلب فقد حصل، ومن غير فقد غير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين، اللهم آمين. وللأسف أخي الكريم، بعض الناس ينتقدون كل شيء. نعم. وإذا أتوا إلى المجلس الإسلامي ومؤسسات المجلس الإسلامي ومنها مؤسسة الإفتاء التي انبثقت عن المجلس الإسلامي السوري، أيضا ينتقدون كل ما يصدر عنه. اللي قال أن يقول يعني أنتم ماضى المشاكل أخرى، هذا يدل على أنه لم يطلع على فتاوى المجلس. المجلس الإسلامي الحقيقة تأسس في مطلع العام 2014، وحتى قبل 14 مكونات المجلس الحالية كانت تواكب أحداث الثورة أولا بأول. نعم. وهذه بياناتها موجودة ومواقفها وفتاواها كلها موجودة. إذا أتينا إلى المجلس الإسلامي ومجلس الإفتاء كذلك الأمر في مواكبة لكل القضايا الكبرى، فضلا عن المتابعات الداخلية غير المعلنة. يعني أقصد في سعي المجلس في توحيد الصف، لملمة الخلافات التي تحصل في الميدان وبين الفرق المختلفة، جهود مضنية الحقيقة قوم عليها المجلس الإسلامي، هذه لا يطلع عليها الناس وليس من الحكمة أصلا أن تنشر. ومع ذلك في المحطات الكبرى المجلس الإسلامي يصدر رأيه دون مجاملة لأحد ودون خوف أو خجل من أحد. رفضنا أو رفض المجلس الإسلامي مؤتمر سوتشي الأول، فشل. رفضنا أو أعلننا عن رفض مؤتمر سوتشي الثاني، كانت مشاركة ضعيفة لا تكاد تذكر. رفضنا مؤتمرات أستانا وما يخرج عنها. من البداية شجعنا على فكرة المنطقة الآمنة، دعونا مرارا إلى الصلح بين الفصائل، حذرنا من الغلاة سواء كان القاعدة وفراخ القاعدة وداعش والنصرة وغيره مرارا أيضا. أن يقال أن المجلس كأنه انتهى، لا ما انتهى أخوان، المجلس لا زال يواكب كل الأحداث. وهذا مثال من الأمثلة يرفعه الناس إلى مجلس الإفتاء، كما قلت ومؤسسة منبثقة عن المجلس الإسلامي متخصصة في الإفتاء وبالذات في القضايا المستجدة. نعم. الآن مسألة تغيير الاسم والكنى ربما يقال متأخرة أو غير متأخرة، يعني هو الآن لما ورد السؤال، هو سؤال ورد إلى المجلس طبعاً فأصدر السؤال إجابة، تأتي أسئلة إلى المجلس
وفي العادة احنا الأسئلة الصغرى أو الأسئلة اليومية تحال إلى لجان الفتوى في مكونات المجلس. نعم. مجلس الإفتاء لا ينشغل إلا بفتاوى الشأن العام، الفتاوى في القضايا الكبرى، وهذه منها إحدى. الآن إذا تكلمنا عن التجنيس وتغيير الأسماء، أول شيء المجلس لا يتكلم عن تركيا فقط، يعني بعض الناس ظن أن الفتوى خاصة، يتكلم عن كل مكان ذهب إليه سوريون. هذا المجلس كل السوريين في الداخل والخارج، في المحاضر والمهاجر، بالتالي يهتم ويسهر على هذه القضايا، لأنه احنا نتكلم عن شيء له مساس بهوية الإنسان السوري، والتي ترجع يعني في معظم مقوماتها إلى الهوية الإسلامية في سوريا. فالمجلس يجب أن يراعي ويسهر على هذه القضايا. وكما قلت هذه ليست خاصة بمن تجنسوا في تركيا، والقضية في أصلها لها بعد شرعي، وينضاف إليها الآن بعد واقعي لا يقل خطرا عن البعد الشرعي. أين؟ بمعنى سنحدث عن تفاصيل أيضا، يعني هو هذا باختصار فكرة الفتوى وتوقيت الفتوى. اي نعم. طيب شيخنا، تحدثت عن انها تشمل كل السوريين في كل مكان، لكن لو تحدثنا عن عمومية الفتوى، هل الفتوى خاصة، ليست خاصة ايضا بالسوريين فقط كفتوى عامة، يعني فكرة ممكن تغيير ممكن الاسم لاي شخص؟ احنا ابتداء نخاطب السوريين. اي نعم. لا شك ان هناك جهات فتوى في البلاد الاخرى تعتني بمثل هذه القضايا، هناك مجامع فقهية أوسع، هناك على مستوى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في بلاد الغرب، نحن دائما أو في الغالب نحيل إلى المجلس الأوروبي للإفتاء باعتبار مرجعية فتوى لمن يقيمون في تلك البلاد أيضا. الحقيقة العبء كبير، لكن أيضا نحن نستشعر مسؤوليتنا تجاه السوريين أينما كان. جميل. طيب، وسأعود لمسألة المجالس الإفتاء الأخرى ودورهم، أو إذا كان لهم دور في هذه الفتوى أو بعض التأثير فيها، لكن لو دخلنا إلى التفاصيل، أنت ذكرت هناك ناحية شرعية وناحية واقعية عملية. نعم. لو تحدثنا عن التأصيل الفقهي الذي استندتم إليه. البعد الشرعي يا أخي الكريم واضح في نصوص كثيرة تركز على قضية الحفاظ على النسب. نعم. والنسب يتصل بأحد مقاصد الشريعة الخمس الكبرى، يعني الإسلام جاء لحفظ الدين والعقل والنسل، النسب يتصل بهذا النسل، وأكد عليه ورتب له أحكامه، وفي أحكام الحقيقة مطولة في أبواب الأحوال الشخصية يجدها أي دارس للفقه. نعم. اهتمام الإسلام بالاسم، الاسم هو يعني عنوان لهذا الإنسان، الإنسان احترم الأسماء، حتى الذين جاءوا من ديانات أخرى من بلاد أقر الإسلام أسماءهم، إلا إذا كانت مصادمة لجانب شرعي أو كان الاسم بطبيعته قبيحا. ونقل أن النبي صلى الله عليه وسلم غير بعض الأسماء إلى أسماء أحسن منها، هذا ثابت. فإذا ما عدا ذلك نجد المنع، وبالذات في قضية النسبة، النسبة ربما تظهر في قضية العائلة والقبيلة أكثر منها في قضية الاسم بحد ذات. وجاء في ذلك أول شيء قوله تعالى أدعوهم لآبائهم، هذا في الأبناء بالتبني. إيه. الإسلام عالج ظاهرة التبني في مرحلة من المراحل، وكان العلاج من خلال بيت النبوة في قصة يعني زيد رضي الله عنه وزواجه من زينب بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أراد الله تعالى أن يبين للناس أن الابن بالتبني ليس ابنا على الحقيقة، فكان الفراق بين زيد وزينب رضي الله عنهما، ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليبين للناس. لكن هذا ما يتعلق في الأبوة المباشرة، يعني الانتساب لإسم كأب وليس كعائلة أو عشيرة. لا أخي، في النص الشرعي كلمة الآباء عامة تشمل الأب القريب والبعيد، وتأكد ذلك في الحديث، حديث عديدة الحقيقة، منها من انتسب إلى غير أبيه. طب هو الأب أصلا منتسب لعمود النسب، سواء قلت الأب الأول ولا الأخير. من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. في المقابل صار عندنا ما يشبه قاعدة فقهية بين الفقهاء، الناس مصدقون في أنسابهم. المعنى؟ المعنى أنه أنت في أمامك وعيد خطير إذا انتسبت إلى غير نسبك. أي نعم.
وبالتالي أمام هذا الوعيد الخطير نفترض أن كل مسلم يحرص على نسبه الصحيح. لا نكذب الناس في أنسابها إلا بدليل. لذلك شوف الصورة المقابلة، النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من خصال جاهلية. قال: ثنتان في الناس هما بهم كفر، أي من أعمال الكافرين، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. إذن كما أن الإسلام يحرص على الحفاظ على الأنساب ويؤكد على الإنسان أن يحفظ نسبه، لا يغيره، لا يدعي غيره، يحذر الآخرين من الطعن في الأنساب من غير بينة. طبعا إذا جاءت البينة ينظر بها. فإذا قضية الاسم والنسبة لها مقام أو لها اعتبار. هذا متعلق بالأنساب شيخ، لكن الاسم نفسه اسم الشخص، الاسم الحقيقة ربما هل ينطبق عليه نفس الحكم؟ يعني لا، الاسم قد يكون أهون من الشهرة. لكن الفتوى يعني أخذت مصطلح يجمع الكراهة والتحريم. تقولت في البداية التحريم، الفتوى عبرت بالمنع، وضمنا يعني لو كان الأمر يتسع للتفصيل لقلنا يكره تغيير الاسم ويحرم تغيير النسبة أو الشهرة أو اسم العائلة. إيه نعم، هذه في جوهر التفصيل. إيه نعم، ويعني هو القصد أنه المنع بالمجمل. ليش ركزت أو شددت الفتوى على قضية المنع حتى في الأسماء؟ هذا يأتي الآن دور البعد الواقع. نحن نواجه في سوريا أخي حرب ديمغرافية، واضح ما يفعله النظام هو وحلفاؤه. لا نستبعد أن نفاجأ بعد فترة أن النظام سجل مئات الآلاف وربما ملايين من غير السوريين في سجلات سورية ويعطيهم أسماء عربية سورية. طيب هذا اللي يخرج من سوريا بروح بغير اسم أخي، لصالح ماذا تغير اسمك؟ وبعض الناس للأسف صار يتسمى بأسماء أجنبية غريبة ليست عربية. فكان القصد من الفتوى أخي الكريم التأكيد على الحفاظ على الواجهة العربية والهوية العربية والعنوان العربي لهذه الأسماء. جميل. لذلك ذهبت الفتوى إلى المنع في الجملة، وإن كان المنع فيه تفصيل يفرق ربما بين الاسم وبين الشهرة، لكن كان القصد أننا أمام حرب ديمغرافية. نحن سنعود يوما بإذن الله، هذا الشعب السوري كله الذي هجر غصبا سيعود بإذن الله سبحانه وتعالى يوما، ويجب أن يجد أو يعود إلى سجلاته، ونعالج كل هذا العبث الذي حصل. نحن لن نعترف بأي أسماء أو جنسيات جديدة حصلت. فإحنا في هذه نريد أن نؤكد هويتنا ونحافظ عليها. جميل. في المقابل يعني الفتوى تركت مجال لحالات استثنائية. اي نعم، اسمح لي نعود للاستثناءات بعد قليل، ولكن أريد أن أجيب رضا في الفيسبوك يقول: هل ستكون أسئلة وأجوبة؟ نعم أخي رضا، نحن نستقبل أسئلتكم إن كان في هذا الموضوع أو في غيره طوال الحلقة من الآن. اكتب بتعليق السؤال أو تفضل بالاتصال. قبل الدخول على الاستثناءات شيخنا، يعني أورد لك بعض المبررات التي يعني قد تكون هي السبب في أن يغير أحد ما اسمه، إن كان الاسم الأول أو الكنية أو الشهرة. فكرة مراعاة أسماء البلد الجديد مثل تركيا وغيرها أو البلاد الأوروبية أو الأجنبية، تعزيز الاندماج أكثر في المجتمع، هذا هدف لربما يكون هدف رئيسي من تغيير أي شخص لاسمه، فكيف يمكن النظر إلى هذا السبب؟ يعني الفتوى ترى أشارت إلى شيء من الاستثناء في هذا، لكن ليس على إطلاق. يعني احنا كما قلنا بدنا نحافظ على هويتنا أينما ذهبنا، ونريد أن يبقى الإنسان السوري ليس تعصبا أخواننا، لكن نحن أمام معركة يديرها الآخرون بدهاء وخبث، وطردوا من سوريا 10 ملايين إنسان، وهذا احتلال يرى احتلال إحلالي، يريد أن يأتي بآخرين ويضعهم مكاننا. لذلك كان الإصرار على الحفاظ. يعني الفتوى بهذا الشكل شيخنا خاصة في الحالة السورية وليست عامة لأي شخص قد يغير اسمه، قد يتفق فيها آخرون. أين العراق حسب مثلاً. الحالة يعني لكن احنا الآن عم نقول عن الحالة السورية. فالمجلس أخي أكد على هذا وبين بعد ذلك حيثية. أنت في الاستثناءات شيخنا ورد فكرة الخوف، من كان خائف أمنيا أو مخابراتيا. إذا أتينا إلى الاستثناءات لا شك هناك استثناءات للأسف في ملاحقات، والآن العالم كله يعني من خلال الانتربول الدولي صحيح للأسف يلاحق ناس حتى أبرياء، وأنا أعرف حالات
بوشايات النظام، وربما يستعين النظام بأجهزة عربية أخرى للأسف، أجهزة أمنية أقصد، ومعروف أنه في تنسيق من كل الأجهزة الأمنية العربية. أعرف أن ناس لا علاقة لهم بشيء حتى، وربما غادروا سوريا من عقود. أين؟ قال والله يأتي وشاية وطلب عبر الانتربول أنت إنسان إرهابي. قد يكون هناك بعض الحالات تجد نفسها مضطرة لإخفاء اسمها. صحيح أن الدولة تعرف الاسم الحقيقي، لكن هذا الاسم الحقيقي طوي الآن، هو الآن يستعمل اسم جديد في الإدارة، وثيقة باسم جديد تحرك بها. فالفتوى تراعي، لكن جميل. هذه ترى هامش يسير، بمعنى هي هذا القصد، قلة قليلة من الناس ربما يحتاجون إلى هذا. لكن هذا من ناحية أمنية شيخنا، لم يراعى في هذا الاستثناء فكرة الاندماج في المجتمع الجديد. أشارت أيضا الفتوى إلى أنه قد يكون هناك تغيير يسير في بعض الأسماء لتواكب طريق أو توافق طريقة النطق في البلد الجديد. يعني هنا مثلا في تركيا براء قليل، في عندهم بيرق مثلا، يعني أن نحافظ قدر الإمسان قدر الإمكان أو بيرات، هي بيرات معناها براء، ربما يعني أن نحافظ قدر يعني لو غير الاسم بنفس المعنى أو لفظ قريب منه. جميل. يعني مثلا هو للأسف المشكلة وين أخي الكريم، إحنا نقل لنا أنه أحيانا الموظف هو الذي يقول له غير اسمك، أنت لست ملزما بالقانون بتغيير الاسم، وهذا صحيح. يعني ينبغي أن يعلم أخواننا أنت لست ملزما بتغيير اسمك أيا كان، لكن إن كان فعلا طريقة نطق الاسم فيها إشكال قد تسبب حرج، ممكن قل قد يختلف المعنى أحيانا لمعنى سيء أو بمعنى أن يكون قريبا. واستثنت الفتوى أيضا حالة أن يكون الاسم هو في أصله ليس قبيحا، لكن طريقة نطق الاسم ستؤدي إلى معنى قبيح في البلد الجديد الثاني. أين؟ أيضا راعت الفتوى هذا الأمر واستثنته، بمعنى أنه الاستثناءات قليلة، الأصل أن يحافظ الإنسان على اسمه ونسبه وشهرته وعائلته، لكن ضمن هذه القيود أنه والله في حالات أمنية معينة، طبعا لا نقصد هنا بالحالات الأمنية أنه إنسان مجرم نعطيه فتوى غير اسمه، لا، هذا مجرم مرتين بس. لكن إنسان مظلوم، إنسان بريء يريد أن يختفي عن أعين الظالمين، يتحرك بحرية يعني بعيدا عن اسمه الأول، أو أنه يعني نقترب شيئا ما من طريقة النطق في البلد الجديد، نبتعد عن بعض المعاني القبيحة التي قد تتولد من طريقة النطق في البلد الجديد. هذه استثناءات، ومع ذلك لحرص الفتوى على المعنى الأول، أنه أخي الشرع يؤكد على قضية النسب، وضعت قيود في الانتقال، أنه أنا لا يعني أنه عندي رخصة أتوسع كثيرا، فمنعت الانتساب إلى عائلة مشهورة في البلد الجديد. يعني وجدنا للأسف بعض السوريين بده يغير اسمه نسب إلى صابونجي ومدري إيه وأولكر، يعني إيش علاقتك بالعوائل؟ ما بيجوز تنتسب إلى عوائل مشهورة في هذا البلد ما لك علاقة فيها، هذا فيه تدليس على الناس وتغرير وخداع، وربما يوظف هذا فيما بعد بأساليب من النصب. إذا كان أهل البلد وأهل هذه العائلات لا مانع لديهم، بغض النظر إحنا على الأقل يعني إحنا بدنا نقول دائما بدنا نرجع لقضية الحفاظ على الاسم الأصلي، لكن عندك إشكالات بتغير لكن بقدر. قال إن كان ولا بد أنت تنتسب إلى أبيك أو جدي، هنا عندهم معتاد تقول محمد أغلو وأحمد أغلو وخالد أغلو والعبد الله أغلو، هذا موجود، فلما تذهب إلى أبعد من ذلك؟ نعم. وأكدت أيضا أن لا يكون الانتساب إلى اسم لأديان أخرى أو ملل أخرى. نعم. والاسم الأول قلنا يحاول أن يكون قريبا من الاسم إذا غير لقضية النطق وما إلى ذلك، المهم في النهاية في قيود. جميل. الهدف منها سواء الاستثناءات أو القيود أن نقلل دائرة التغيير ونحافظ على الأسماء الأولى كما هي باللفظ العربي ما أمكن، أن نحافظ على العوائل العربية السورية كما كانت، عائدون بإذن الله، كنا نقول عن إخواننا في فلسطين عائدين، الآن نحن أيضا عائدون بإذن الله، نعود جميعا عما قريب والفرج قريب بإذن الله تعالى. آمين. والجرح واحد، الله المستعان. طيب اسمح لنا شيخنا أن أخذ هذا الاتصال، معنا عمر من مصر، تفضل أخي عمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بشيخ الكريم، ربنا يحفظه ويطول في عمره يا رب إن شاء الله. آمين آمين يا رب. أنا كنت عايز يعني أسأل سؤال للشيخ، وهقول للشيخ الكريم حاجة برضه يعني هو أكيد الشيخ يعرفها يعني في نطاق هذه الحلقة يعني. نعم تفضل. أولا في موضوع اللغة العربية في اللي هم عايشين خارج الدول الإسلامية والعربية، يعني الأولى لازم، هل واجب؟ طبعا وده واجب، أنا بسأل الشيخ الكريم، هل يجب أن يعلم الأب ابنه أو بنته اللغة العربية؟ نعم الأمر الثاني ملاحظة يعني في العيشة بره، يعني هناك في أبناء الفلسطينيين الأوائل في البيرو مثلا هم لا يعرفون من أسماء أجدادهم أصلا شيء، الأمر بدأ بهذا الموضوع لحد هم مش عارفين الهوية بتاعتهم إيه، لدرجة إنهم فاكرين إن إسرائيل اللي هي بتعبر عن الأقصى، لدرجة إن هم مش فاكرين حاجة عن أجدادهم الأوائل اللي جم البيرو. اي نعم فالقصد إن تغيير الاسم بيبقى يعني بداية لنسيان الهوية بالكامل، جميل صحيح، هذه الفكرة. جميل بجميل. وشكرا شكرا شكرا لك شكرا. يا عمرو، بارك الله فيك، شكرا جدا لاتصالك، ابقى معنا حتى تسمع إجابة سؤالك. الملاحظة التي تفضل بها عمرو ملاحظة مهمة صحيح. أظن في ذات السياق. ولا شك أخي الكريم، الآن الإحصائيات تبين للأسف كيف يعني يحصل البعد مع توالي الأجيال. الجيل الأول يبتعد 20%، الجيل الثاني يبتعد 40%، الجيل الثالث يبتعد ربما 60 أو 80%، وكما قال ينتهي الأمر إلى أجيال انقطعت صلتها تماما بآبائه. لذلك احنا نؤكد على هذا، هو الشرع أصلا أكد على هذا، والفتوى جاءت تؤكد على البعد الشرعي، وكما قلت بالنسبة لنا في بعد ديموغرافي. جميل. قضية الهجرة لا شك هناك فتاوى عديدة تعالج قضية الهجرة إلى البلاد الغربية، وأول شيء الفتاوى تبحث أصل فكرة الهجرة، هل أنت مضطر، هل أنت محتاج، هل تقدر المخاطر التي ستواجهها أو يواجهها أبناؤك في حال الانتقال إلى بلاد غربية؟ نعم. خصوصا الآن ونحن في ظل للأسف حملات يعني ما عدنا نقول إباحية، صرنا نقول المثلية والجنسانية ومبهمية، ونسأل الله السلامة واللطف. فلا شك أن المخاطر كبيرة. من اضطر للهجرة يجب أن يقدر وأن يفتش عن المجتمع الإسلامي البديل. الحمد لله صار في جاليات الآن في تلك البلاد، صار في مراكز إسلامية، وبالتالي فرصة الحفاظ على المجتمع الإسلامي في تلك البلاد في هذه الأحوال صارت أفضل منها بكثير فيما مضى. صحيح. لكن لا شك أن تلك الأجيال التي تساهلت في البداية انتهى الأمر أن أبنائهم الآن ما عادوا مسلمين. الله المستعان. بعضهم صار نصارى أو يهود حتى، وبعضهم لا دينيون، أشياء لا يعرف شيئا عن الدين. الله المستعان. قضية خطيرة أخواننا، ونقول لمن يهاجرون هؤلاء الأبناء مسؤولية الآباء. تعليم اللغة العربية هل يكون واجبا على الآباء؟ طبعا طبعا، هو سيتعلم القرآن ويتعلم دينه واجبا، يعني إذا لم يعلمه اللغة كيف يقرأ القرآن؟ هذا واجب طبعا، هذا واجب أخواننا، تعليم القرآن هو جزء من يعني شيء أساسي في ديننا، حتى ما ينقطع الولد عن دينه وعناصر هويته يجب أن يتعلم اللغة العربية. ولا نقول هذا تطاولا على الآخرين، بل كل مسلم مطالب أن يتعلم العربية ليقرأ القرآن ليتعلم دينه. نعم صحيح أنه في ترجمات تترجم الكتب والدين، لكن حقيقة بحسب الخبرة كثير من الترجمات لا توصل المعنى الحقيقي أو الدقيق. الأفضل أن يتعلم أبناء البلاد اللغة العربية. شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، قال ليست العربية منكم بأب ولا أم، إنما العربية اللسان، كأنه يريد أن يفتح مجال للمسلمين الآخرين إذا تعلموا فهم أيضا أصبحوا عربا. نعم جميل، بارك الله فيك شيخنا. اسمح لي أخذ اتصال جديد من موريتانيا، سيد الحسن تفضل. أخي سيد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سؤالي كيف بإمكاني أن أميز بالأشخاص مثلا بالأفلام أو التلفاز بين المسلم والكافر من دون أن أسألهم عن ديني؟ كيف نميز بين المثلي والكافر؟ في التلفاز مثلا. في التلفاز، بإيش في التلفاز تحديدا؟ يعني بأي مجال بأي مكان؟ مثلا الأفلام أو أي شيء. أي نعم.
فأنا لما رأى لي أسلم عن دينه كيف بإمكاني أن أقول هذا مسلم أم هذا كافر؟ واضح سؤال شيخنا بهذا الشكل؟ يعني في خلط شوي لعلنا. ماشي يا أخي سيد، شكرا جزيلا لاتصالك، ابقى معنا حتى تسمع الإجابة إن شاء الله. أيضا وردنا بعض الأسئلة في التعليقات سأعود لها، لكن هناك عدة أسئلة من رضا سأحاول عن يعني لعلنا نجيب عن معظم الأسئلة. علي الحسن يقول لا تنسونا من الدعاء لي ولأهلي يا شيخنا. السلام عليكم. كيف نميز شيخنا يعني اليوم مع المأساة الحقيقية المنتشرة في العالم والتي دخلت كل البيوت للأسف، إن كان في الأفلام والمسلسلات في الدراما وفي أفلام الكرتون اليوم بدأت تدخل أيضا طبعا. الأطفال الله أخي، أول شيء هي المسؤولية كبيرة على الأولياء والآباء والمربين، لأنه الطفل لا يعرف. الطفل بالعكس الآن عملية غسيل الأدمغة للصغار، الصغير يتلقى ويعتبر أن هذا شيء محبب ومقبول، وربما بعد قليل سيقلد. ولذلك الآن نحن نقول المسؤولية مسؤولية الآباء. ربنا سبحانه وتعالى ألقى بمسؤوليتين على الآباء والمربين والأولياء، قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة إلى آخر الآية. نعم. فأنت مخاطب أيها الولي أيها الأب أيتها الأم، أنتم مخاطبون بوقاية أنفسكم من النار، ومخاطبون إذن هو واجب آخر بوقاية أهليكم، وأول الأهل الأولاد، أولاد وبنات، يعني أبناء وبنات. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وين النار؟ النار هو هذا، الذين يقودون أبناءنا وأجيالنا إلى الانحراف، هذا مقدمة للنار. والآن أخواننا مؤسسات كبرى، بل حتى تجاوز الأمر مؤسسات إلى دول، صارت تفرض هذا بقوانين، وتفرض هذا بيعني شو بسموها المؤتمرات العالمية، تريد أن تفرض هذه الاتفاقيات على دولنا. والحقيقة أوجه تحية لبعض الدول العربية والإسلامية التي لا زالت ترفض، الكويت مثلا وقطر، حتى في المؤتمر شو اسمه المسابقات هذه الدولية. اي نعم، وحتى الفيلم الكرتون الشهير الجديد يعني السعودية يعني الأردن مصر، لا زالت هناك مواقف مشرفة الحقيقة. وأنا أقول إذا الدول للأسف قصرت في واجبها، فيبقى واجب العلماء والآباء والمربين أن يراقبوا كل شيء. كنا أول قول لعله في هامش، لكن الآن إخواننا المطلوب أن نراقب كل شيء، لأنه كل يوم تكتشف أنه في برامج تبث هذا الانحراف أو الشذوذ اللي صار يسمى المثلية، وكأنه كلمة مثلية تعطي انطباع بالمساواة. لا إخواننا، هو شذوذ، هو عمل قوم لوط كما سماه الله سبحانه وتعالى. هذا يبث ويدخل إلى بيوتكم من خلال هذه الأجهزة والتلفزيونات التي تفتحونها لأبنائكم. أما أن نقول أنه إيش الفرق بين الكافر وبين المثلي، إخواننا ما في تلازم. بمعنى قد يكون إنسان والعياذ بالله عنده هذا الانحراف، يتبنى الأفكار المثلية أو يعني يدافع عن هؤلاء، وهذا لا يجوز إخوان، لأن الله تعالى يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. هذول ما فعلوا الفاحشة، هذول ارتضوا وأحبوا أن تشيع، هذا عذابه. كيف بما فعل فعل قوم لوط أو روج له. فإذا أخواننا القضية خطيرة، وبالتالي يجب أن نحذر ونحذر. الآن من وقع في هذه اللوثة اللي سميت الآن مثلية، هي في الحقيقة شذوذ. ولو فرضنا أنه مسلم موحد، هذه كبيرة من الكبائر، بل ربما لا تخرج من الملة. هل هي بحد ذاتها لا تخرج من إلا إذا استحلها؟ في فارق إخوانا بين إنسان يقع في الربا وبين إنسان يستحل الربا، بين إنسان يقع في الزنا وبين إنسان يستحل الزنا، بين إنسان يفعل اللواطة والعياذ بالله وبين إنسان يستحلها. من فعل أو يعني دخل مع هؤلاء، هذا بحده الأدنى كبيرة من الكبائر، لكن إذا استحل ذلك اعتبره حلالا، هذا تعدى على خصائص الألوهية، هذا كفر والعياذ بالله. والعياذ بالله. الله. فأنا ما أحكم ابتداء على كل إنسان، لكن لو هو أصلا كافر خلص كافر، ليس بعد الكفر ذنب، نسأل الله السلامة. طبعا في علامات وإشارات ورموز تدل على هؤلاء، أظنها صارت واضحة ومعلومة. صحيح. وكل يوم نفاجأ حتى شركات هنا في بلاد المسلمين
العديد من الشركات تدعم هؤلاء. أنا أقول أقل واجب، أقل واجب مع الرقابة طبعا، أقل واجب هو أن نقاطع كل هذه الشركات التي تدعم المثليين. جميل. كلها. وأنا أكبر الحقيقة موقف هذا البلد تركيا في التصدي لهؤلاء. وللعلم تركيا خرجت قبل أشهر قليلة من اتفاقية كان اسمها اتفاقية اسطنبول، للأسف ربما عقدت تحت ضغط ما قبل عقد من الزمان في اسطنبول. خرجت منها تركيا بعد أن خرجت هولندا أظن، وكان التفسير أو التعليل للخروج أن هذه الاتفاقية تهدم يعني قيم الأسرة وتعرقل الحفاظ على القيم الأسرية السليمة في تركيا. أي نعم. بارك الله فيك شيخنا. اسمح لي أن أخذ بعض الاتصالات. معنا أحمد من تركيا، تفضل يا أحمد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا أستاذ معتز وشيخنا الحبيب على هذه الحلقة الطيبة. عندي سؤال لو سمحتم من الشيخ مختصر، هو يعاني منه الكثير في تركيا في هذه الأيام. موضوع رفع أجارات البيوت في تركيا، يعني نعاني منه جميعا في هذه الأوقات. في القانون التركي هناك نسبة محددة يستطيع شخص أن يرفع بها سعر المنزل، يعني أجار المنزل. لكن شرعا ما هو الحكم الشرعي في هذا الأمر؟ يعني إذا كان منزل جاري مثلا يدفع 5000 ليرة في الشهر وأنا أدفع 2000 ليرة، في القانون التركي مثلا يحق لصاحب منزل يرفع حتى 2500 فقط. ولكن في الشرع هل يجوز أن أهضم حق صاحب المنزل، يعني أدفع النصف فقط؟ والإجارات المثل تكون أكثر من ذلك؟ طبعا نعم، إيجارات المنزل ستكون 5000 وأنا في القانون لا يحق له أن يرفع أكثر من 2500. هل أنا يحق لي أن ألجأ للقانون وأظلم حقه في هذه 2500 المتبقية مثلا، 50 ليرة المتبقية؟ واضح. أحمد، أنت صاحب بيت أم مستأجر؟ مستأجر. تمام، جيد، شكرا جزيلا لاتصالك أحمد. اسمع الإجابة بعد قليل. معنا وفاء من مصر. وفاء، طيب معنا وفاء. السلام عليكم يا وفاء. أيوة. السلام ورحمة الله. يا أهلا وسهلا، تفضل يا وفاء. أهلا بي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يصلح حالكم ويبارك فيكم يا رب. معاك وفاء. آمين. يا أهلا وسهلا أختي وفاء، تفضلي. إن شاء الله يكون الأستاذ ناجي فاتح بخير، يعني عشان البرنامج ده هو متعودين ان هو اللي بيبقى فيه، يعني لا في ان شاء الله يكون بخير. فاتح بخير، انا معكم في كل خميس الا اذا احببتم انا اسلمه لفاتح من جديد، لا باس. اهلا بك، منورنا. لا لا لا، زي انت منورنا، كلكم زي بعض، ربنا يصلح حالكم يا رب. اكرمكم اللهم. كنت أمين. عايز اسال فضيله الشيخ بس. تفضلي. دلوقتي لو حد هيحج، يعني انا حجيت عن نفسي. اي نعم. فإن شاء الله منتظرة المفروض تأشيرة حج اليومين دول، فربنا أكرمني بإذن الله ناوية حج عن أخويا. أنا كان نفسي الحقيقة أحج عن نفسي أنا تاني. على أساس إن لو الحاجات اللي أخطأت فيها أو قصرت فيها في الحجة الأولانية أعوضها في حجة تانية. بس أخويا توفى الله وما حجش، فناوية بإذن الله أحج له، ليا نفس الأجر، ليا نفس أجر الحجة إن شاء الله ربنا أكرمني وأنعم عليا بيها. واضح. ولا 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 الافضل ان انا احج لنفسي ولا ايه؟ تمام، واضح اختي وفاء، شكرا جزيلا لك. تمام تمام، واضح جدا. شكرا شكرا لك. ربنا يبارك فيك ودعواتكم لينا، دعواتكم لينا ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شكرا شكرا يا وفاء. اسمح لي اسال بعض الاسئله شيخنا من التعليقات حتى يعني تاخرنا على بعض التعليقات. رضا يسال او تسال، لي صديق كان يعمل في بيع منتوجات رقميه، منها من حصل عليها عن طريق معاملات مباحة $100 يقول، ومنها ما كسبها عن طريق الثغرات الموجودة في المواقع وهي $300، وعرض علي هدية تتمحور حول حساب لم يعد يستعمله، يخول لي هذا الحساب، حساب على الإنترنت، أن أبيع منه أشياء. ثمن هذا الحساب $70، اشتراه بثمن مختلط ممن ذكرت أعلاه بين 300 و100، فما حكم قبول هذه الهبة؟ يعني أول شيء لست متصورا لطبيعة هذه المواقع. إيه نعم. لأنه للأسف يعرض علينا أشياء كثيرة، بعضها يجوز وبعضها لا يجوز. إذا افترضنا أنه الجزء الأول اللي بتكلم عنه أنه جائز، إذا افترضنا أنه جائز فعلا
والنوع الثاني هو يعترف أنه في خلل ما أنا لا أعرف ما هو. هذا الإنسان يعتبر شرعا ممن اختلط ماله الحلال بالحرام. لهذا النوع التعامل معه في طريقتين، في طريقة الورع أن لا أقبل منه شيئا بعدا عن الشبهات، وفي طريقة الجواز مع الكراهة، أنه طالما أن ماله لم يتمحض حراما، يعني مختلط، لو تمحض حراما أنا ما بأخذ منه شيء، قل له روح رد المال لأصحابي، لكن ماله مختلط يجوز في هذه الحالة أخذ الهدية ما لم تتعين. ألا هو ماله مختلط لكنه فرض أنه سرق هذا الإناء وجاء يقدم هدية، هذا الإناء بعينه حرام لا نقبل هدية، لكن المال المقصود إذا قيمة نقدية أو قيمة اعتبارية هذا مال مختلط يجوز قبول الهدية في هذه الحالة مع الكراهة، وطبعا بشرط أنه يستخدم هذا الموقع فيما بعد بطريقة صحيحة. قلنا لا نعرف، لكن شرط أن يستخدم بطريقة صحيحة. جميل، واضح. طيب أيضا سؤال، ما هو حكم دراسة فرع طبي بين قوسين علم الإشعاعات والظاهر أنه سيحتمل أو سيحتمل العمل أن يكون في وسط مختلط بالنساء، فهل ألج إلى هذا الفرع؟ السائل شاب. والله أخي نحن بحاجة إلى دراسة كل التخصصات الجديدة، وكل تخصص علمي جديد تحتاجه الأمة هو فرض من فروض الكفايات. جميل. ولا يليق بالأمة أن تنتظر أن يأتي الخبراء والمختصون بلاد أخرى ليسدوا هذه الثغرة عندها ربما برواتب مضاعفة. فإذا كان تقدر أن هذا التخصص يحتاج إليه فعلا والعاملون به قلة، بمعنى أن فرض الكفاية لم يتم تحقيقه، فلا مانع من حيث المبدأ أن يدرس هذا التخصص، نأتي بعد ذلك إلى العمل، عليه أن يحتاط ويجتهد. أنا ما لي علاقة بالآخرين طالما أني أحافظ على ديني ولا أقع في محرم، لا أقع في الخلوة، لا أصافح امرأة أجنبية، لا أتوسع في الكلام خارج إطار العمل، ما بفتح مجال للعب والضحك والنكت وما إلى ذلك، والقاعدة في هذا فاتقوا الله ما استطعتم. جميل. وطبعا قضية غض البصر عليه أن يراعيها. جميل. أحمد من تركيا يسأل عن ارتفاع إيجارات البيوت بشكل كبير على ما يبدو في الواقع، لكن قانونا يحق للمستأجر أن لا يرفع الإيجار إلا بنسبة أقل من الواقع. نعم. فكيف يتم التعامل الشرعي في هذه المسألة؟ أخوانا، هو القانون هنا كأنه أريد منه حماية المستأجر. نعم. وأنا أظن أن القانون وضع في مراحل سابقة كان معدل انحدار قيمة الليرة أقل من هذا التسارع الحاصل الآن. إحنا الآن خلال سنة بتتكلم عن انهيار أكثر من 100% فعلا. صحيح. فهذا القانون كان يفترض أن يعاد النظر فيه، لكن الدولة أيضا لا تستطيع أن تعيد النظر في قانون أنه سيسبب بلبلة كبيرة الحقيقة، والآن في أزمة اقتصادية على العالم كله وليس فقط في تركيا. أي نعم. القانون كما قلت هو لحماية المستأجر، لكن في الظروف العادية. الآن نحن أخواننا في ظروف غير عادية. أنا والله أشفق على بعض الملاك بأجر بيته بألفين ليرة وهو يرى أن جاره يؤجر بخمسة آلاف أو ستة آلاف، هو فقد حقيقة هو فقد قيمة هذا البيت أو قيمة عائد هذا البيت. يعني لو كان يحسبها على الدولار بقول يا أخي هذا البيت أنا كنت أجرب 200 دولار الآن ما عم بجيب 100 دولار ولا 50 دولار. فأيضا أخواننا صاحب البيت وقع عليه إشكال. أنا أقول المستأجر الضعيف ممكن يتمسك بالقانون، لكن المستأجر المقتدر أنا أقول يجب عليه أن يرضي صاحب البيت. يجب عليه طبعا. وأنا أعرف من مشايخنا بدون ذكر أسماء اضطر يعني أن يخرج من البيت ويستأجر ويدفع أجرات وكذا. مو إخواننا في تفاصيل، إحنا عنا في الفقه الإسلامي من امتنع من الخروج من بيت مستأجر أو دكان مستأجرة فهو غاصب حتى لو كان متمسكا بالقانون. ماشي، القانون قلت لك وضع لظروف معينة، لكن الآن الظرف صعب وصاحب البيت يخسر خسارة كبيرة أيضا.
نعم، مشكلة احنا جماعتنا السوريين، يقول لك يا اخي يرفع، يا اخي انت راتبك اصلا ما عاد له قيمه. ما هي هنا الاشكال شيخنا، إيه هل ماشي ماشي. الرواتب لم ترتفع ايضا بنسبه النزول الذي حصل لليوم. كان حاله ضعيف يتمسك بالقانون، او يا اخي انت مستواك بامكانك تسكن في حي اخر رخيص. يا اخي ليش متمسك بهذا الحي وتلحق ضرر بمالك؟ ما بقي شيء رخيص يا سيدي، المشكله يعني نعم. فانا اقول اللي مقتدر يجب عليه ان يرضي، يصل هو صاحب بيت الى حل بالتراضي، وهذا موجود صحيح. للعلم اخواننا حتى تفهم القانون، انا معلوماتي انه المالك يلتزم بالقانون 5 سنوات، بعد 5 سنوات يستطيع ان يعيد تعديل الاجره وفق سعر السوق، يعني كانه هي مراحل مراحل. اي نعم. لكن كما قلت الدولة دائما تنظر، لأنه تريد هي شيء من الاستقرار حتى يصير لا يصير بلبلة في المجتمع، يصير إشكالات كثيرة، تضع هذا القانون. بالمناسبة التضخم اللي حصل في المرحلة الأخيرة كان من يمكن أن يؤدي إلى رفع الأجرات 40%. إينا. أصدرت الدولة قانون منعت الزيادة على 25%. انه الدوله هذا اجحاف في حق اصحاب البيوت، يعني لا هي غير قضيه اجحاف، الدوله في المقابل تنظر الى قطاع عريض من الناس ما عندهم القدره لدفع هذه الزياده. ذاك انا اقول يعني لك انسان ما انه قادر ما يجد بديل مناسب يتمسك بالقانون، لكن انسان قادر انا اقول ينبغي عليه ان يرضي صاحب البيت. توصل انت الى حل وصل. اي نعم. هذا اطيب لك يا اخي الكريم وأكثر بركة لك في بيتك إن شاء الله. بارك الله فيك شيخنا. طيب وفاء تسأل عن موضوع الحج، حجت عن نفسها سابقا وستحج هذا العام أيضا، تريد أن تنويها عن أخيها ولكن مترددة، هل الأفضل أن تنويها عن أخيها أو تنويها عن نفسها، وهل سيكون الأجر سواء في كلا الحالتين؟ طبعا في تفصيل هنا، هل أوصى أخوها بهذه الحجة؟ إذا كان أوصى وترك مالا يجب الوفاء بالوصية، إذا أوصى ولم يترك مالا يندب لنا أن نقوم بالحج عنه وفاء لوصيته. جميل. طيب لا أوصى ولا ترك مالا، هي تحب أن تحج عن أخيها، طبعا يشترط لمن أراد أن يحج عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه أولا. جميل. لما نادى أحد الناس لبيك اللهم عن شبر ما سمعه النبي عليه، قال هل حججت عن نفسك صلى الله عليه وسلم، فأشار إلى الشرط، يحج الإنسان عن نفسه ثم يحج عن غيره. هي بحسب سؤال حجت عن نفسها، هي تسأل من حيث الأجر. أختي الكريمة، من حج عن غيره كتب له أجر الحج ولمن جعله له. جميل. يعني أنتوا اثنين إن شاء الله تأخذوا أجر الحج، فاجعلي هذا الحج عن أخيك رحمه الله. جميل، بارك الله فيك شيخنا. طيب في نفس السياق دكتور، من توفي ولم يحج وكان باستطاعته ان يحج لكنه يعني يبدو كسلا او لم يحج، فهل يتوجب او على ورثته او الافضل ان يحج عنه؟ نعم. ولا يسقط الحج عنه الا اذا تم ذلك؟ هلا من وجب عليه الحج وقصر ثبت دينا في ذمته، هذا يسمى من ديون الله تعالى او من حقوق الله تعالى. إن ترك مالا، هذا رأي جمهور الفقهاء أخواننا، من استطاع الحج فلم يحج حتى مات وترك مالا، قالوا نأخذ تكلفة الحج قبل توزيع الترك. هذا دين مثل دين الزكاة، مثل الزكاة إذا لم يخرجه، قالوا نأخذ تكلفة الحج ونرسل من يحج عنه والباقي نوزعه للورثة. هذا رأي جمهور الفقهاء وهو رأي وجيه. جميل. وهون الاستطاعة معيارها فقط المال أم حتى القوانين اليوم؟ يعني في كثير من الدول ليس بسهولة الواحد ممكن يطلع الحج. الحديث فسر الاستطاعة، الآية قالت ولله على الناس حج البيت، طيب الناس عامة. اي نعم. ثم قالت من استطاع إليه سبيلا. من هنا في حكم البدل، البدل نوع من التخصيص أو القصر كما يسميه الحنفية، لعلك تذكر تلك الدروس في أيام الجامعة. نعم. فمن ضيقت الدائرة وحصرت الوجوب بالمستطيعين، طيب ما هي الاستطاعة؟ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاستطاعة الزاد والراحلة. طبعا هذا في زمانه،
يعني المال الذي يستطيع أن يشتري به زاد الطريق والراحلة التي يركب عليها. طبعا العلماء بيّنوا ما زاد عن نفقة أهله مدة ذهابه وإلى أن يعود. الآن ربما صار في إضافات أنه أنت تحتاج إلى إذن الدولة أو غيره، لكن أنا ظني هذا لا يمنع أصل الوجوب، أنه أنت في سنة من السنوات ملكت المبلغ الكافي للحج وما تيسر لك الذهاب لسبب آخر، منعت، تبقى تجدد هذه النية حتى إذا اقتربت الوفاة توصي وترفع هذه التكلفة، توصي بالحج عن نفسك. الأفضل أن يوصي بذلك. طبعا هو واجب عليه، هو واجب. فإذا لم يوصي لغفلة أو نسيان ويعلم أهله وورثته أنه لم يحج فعليهم أن يحجوا عنه قبل توزيع التركة. طيب إنسان مات ولم يترك تركة، هنا نقول يندب لهم أن يحجوا عنه برا به. جميل. نعم. بارك الله فيك شيخنا. تسجيل صوتي معنا من فريد من ألمانيا. نستمع للتسجيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. أرجو منكم الإجابة على السؤال التالي، وهو هل يجوز التوكيل في ذبح أضحية؟ وإذا كان الأمر جائزا يعني هل على الموكل أن يراعي قضية التوقيت أم لا؟ لأنه في هناك الحديث أنه إذا ذبح قبل الصلاة فإنه يعني يكون لحم قدمه لأهله. إذا معناتها كان يجوز التوكيل، هل يراعي هذه القضية فارق التوقيت مثلا يجب أن يفعله في دولة غرب المكان الذي يقيم فيه أو شيء من هذا القبيل؟ نعم. أفيدونا برأيكم جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا يا فريد على سؤالك. ما الإجابة شيخ؟ طبعا مبدأ التوكيل جائز. جميل. وبعض العلماء يعترض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها قومي فاشهدي أضحيتك. أخوان هذا للندب وليس للوجوب. حتى الأضحية نفسها عند جمهور الفقهاء هي سنة وليست واجبا، فلما نمنع هذا الخير؟ باب التوكيل واسع أخواننا. والآن للعلم في الحج، هدي الحج أو كثير من هدي الحج يذهب بطريق التوكيل للمؤسسات التي تتولى هذا. التوكيل باب واسع لا حرج فيه إن شاء الله. أما قضية الوقت، يراعى في الوقت مكان الذبح. مكان الذبح طبعا فقط. أنا وكلت واحد ذبح في ماليزيا، يراعي الوقت عنده، دخل العيد ولا ما دخل، وهو أصلا سيدخل العيد عندهم قبلنا. صحيح. أو هكذا المفترض. فيراعى في الوقت مكان الذبح ولا حرج بعد ذلك إن شاء الله. جميل. بارك الله فيكم شيخنا. وحتى وهذا ينطبق على آخر أيام العيد، يعني لو واحد فاتح طبعاً مثلا طبعاً خلال أيام يعني الأيام الذبح عند الحنفية 3 أيام، لكن عند الشافعية 4. نعم. عند الشافعية يشمل أول يوم وأيام التشريق. صحيح. وبالتالي يعني نفرض إنسان فاته واتصل تليفون بابنه في أمريكا في الغرب، أي نعم، قال يا بني ضحي عني تجزئ، وأدرك الوقت دخل الغروب عندنا لكن عنده ما دخل الغروب. صحيح. تجزئ إن شاء الله. جميل جميل، هذا يعني نعم. تيسير جميل. تسجيل صوتي جديد معنا خديجة من موريتانيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، أنا عندي سؤال. عندي أخت قلبت رمضان وهي كانت عمل حب منع الحمل، هذا حب بلاغيت، وجاتها الدورة وقامت وقلت طلقت وفات منه عقب جاتها الدورة في رمضان وتوف، وعاد مولي عقب ذاك ب15 يوم جاتها دورة أخرى. كان هذي تحتسب ويا كانوا دورة والله ما مات، يا كانوا قرعين ولا لا قرع واحد. ما واضح يعني مش واضح التسجيل كثيرا، لكن اللي فهمته انه هي اخذت حبه مانع لكن جاءت الدوره ثم جاءت بعد 15 يوما مره اخرى، فهل تعتبر دورتين ام دوره واحده؟ يعني انا اول شيء اريد ان ننبه الى انه لا ينبغي التدخل في مواعيد الدوره بالذات في رمضان. اي نعم. ربما نقل عن بعض الفقهاء في أزمنة ماضية أنهم أفتوا باستخدام بعض الأعشاب، يعني إخواننا ربما تلك حاجات طبيعية. نعم. لكن الآن استخدام الحبوب لتأخير الدورة، أول شيء كأنه كراهية للشيء الذي رتبه الله عليه. أختي هذه رخصة ربنا أعطاك إياه، وبعدين من جاه العذر في رمضان فأفطرت يجري لها أجرها كما كانت تعمل في الأيام الأخرى.
جميل. فأنت ليش زعلان؟ لكن أقول وبسبب كثرة الحالات التي أدى فيها استخدام هذا الدواء إلى الاضطراب في الدورة، والاضطراب في الدورة سيعني اضطراب الصلاة وسيعني الحيرة في شأن الصيام، ونحن الذين تسببنا به، أنا أقول يكره، ربما تصل إلى كراهة التحريم قضية استخدام الأدوية لمجرد تأخير الدورة في رمضان من غير عذر طبي. إيه نعم. العذر الطبي من راعي، نقول في سبب، في حرج، لكن والله هي فقط تريد أن لا تفطر في رمضان واستخدمت وأدى إلى هذا الاضطراب، أنت ربما تكوني آثمة بهذا الفعل. أنا أنهى عن هذا، قل هذا يكره، ربما يصل إلى كراهة التحريم. وهذا مثال من الأمثلة، وأنا أسمع أمثلة كثيرة. هي ما تدري بعد ذلك تصوم ولا تفطر، هذا حسب صيام ولا ما حسب. على كل، أنا أنصح في هذه الحالة الرجوع إلى الطبيبة المختصة اللي وصفت الدواء، قد تكون هي أقدر على التحديد. جميل. ما استطعنا نحدد نعمل بالأحوط، يعني ما هي الأيام التي شكت فيها أنه هي صيام ولا مو صيام، هذه الأيام التي شكت فيها الأحوط أن تقضيها والله أعلم. جميل. أنا يعني كأني سمعت من السؤال أنه هناك سؤال عن هل تحسب دورتين أم دورة واحدة، وربما السؤال له علاقة بطلاق مثلا أو عدة معينة، فبهذه الحالة كيف يكون؟ هلا أول شيء هي تحكي عن هذا، احنا عندنا الحد الأدنى بين الحيضتين 15 يوم طهر. اي نعم. فأكيد في غلط إما في البداية أو في النهاية. فأنا أفترض إذا كان الدواء يعطل مجيء الدورة نستشير الطبيب، إذا تبين أنه هذا الدم الذي جاء قد يكون دم استحاضة وليس دم حيض، لأنه ما معقول إخواننا، وهذا محل إجماع، أنه يأتي دورة وبعد أقل من 15 يوم يأتي دورة ثانية. هذا ربما فقط بين النفاس والحيض على قول الشافعية. أي نعم. لكن حيضة وحيضة لا يصح أن يأتي أقل من 15 يوم. ما أدري إن كان هناك حالات نادرة لامرأة عندها مبيضين كما سمعت بعض الحالات، ما أدري، لكن هي النادر هذا لا يقاس عليه. فالحل الأسلم أن ترجع إلى الطبيبة، الطبيبة تقدر. طيب الطبيبة ما عرفت أن تقدر، الأسلم أن تقضي احتياطا حتى يغلب على ظنها أنها صامت كل ما يمكن أن يكون وجب عليها من أيام رمضان. جميل، بارك الله فيك. الله شيخنا. أمينة تسأل وسؤال له علاقة في موضوعنا الأول الذي كان في الحلقة، ما حكم تغيير الزوجة لاسمها العائلي ليكون مطابقا لاسم عائلة الزوج؟ تقول أعرف امرأة فعلت ذلك في فرنسا، مع العلم أن القانون في فرنسا لا يفرض ذلك. يعني طالما أن القانون لا يفرض، لما تنتسب الزوجة إلى زوجه؟ وربما في بعض البلاد قد يكون إجباري. صحيح. وحتى في ذلك أنا ظني بالإمكان أن تبقى إشارة إلى الاسم الأول، ما أمكننا أن نحافظ على الاسم الأول فيجب الحفاظ عليه. نعم. إذا افترضنا أن بعض المسلمين إلى بلاد أخرى أجبروا أن ينسبوا الزوجة إلى زوجها، أول شيء بده يكون في وثائق تحافظ على الأسماء الأصلية، وثاني شيء إذا استطعنا في الاسم أن تضع اسم العائلة الأخرى، يعني صار كأنه منسوبة إلى عائلة زوجها وعائلتها الأصلية. نعم. حتى يبقى الإشارة إلى الاسم الأول. جميل. ما أمكن، إذا ما في إجبار أصلا لا يجوز أن تنتسب إلى زوجها. جميل. تسجيل لصوتي آخر معنا، ماريا من موريتانيا أيضا. طيب غير جاهز التسجيل، حتى يجهز هناك بعض الأسئلة أيضا التي وردت شيخنا. هناك سؤال من عمر، أو سؤالين للأمانة عمر، السؤالين طويلين قليلا، فاسمح لي أن أقرأهم على مهل، ولا ربما نعيد أسئلة يعني سؤالهم في الحلقة المقبلة، لم يتبقى وقت كثير في حلقتنا، لكن في أسئلة وردت لنا أيضا من خلال الرسائل الخاصة شيخنا. واحد يقول نحن عمال نخرج للعمل قبل أذان الفجر، المسافة بين الورشة ومكان العمل تبعد بمسافة ما يقارب الساعة، يتوجب علينا الوضوء قبل الخروج للعمل، ولكن في الطريق أحيانا يغلب علينا النوم، فعندما يحين وقت الصلاة نتيمم فنصلي، ليس لغياب الماء وإنما لقساوة البرد، فما الحكم في ذلك؟ يعني أول شيء هو نام، أين نام؟ نام في الباص، في الحافلة حسب ما فهمت، أو في القطار، في الباص، في الحافلة، في القطار، في السيارة، في الطيارة، هذا النوم لا ينقض الوضوء إلا إذا فتح كرسي الطيارة. لكن طالما أنه جالس على هيئة المتمكن في السيارة في الباص، هذا لا ينقض الوضوء أخوان. هيئة المتمكن لها كيف شيخ؟ يعني هذه هيئة المتمكن، حتى لو كان راخي ظهره إلى الخلف ورأسه، يعني إذا صار ميلان كبير أقرب إلى النوم، ليس ميلان ولكن ظهره ورأسه
متكئ فيهم على الكرسي؟ لو ابتكأ أخي الكريم جانبيا أو هكذا على ظهره أو هذا لا يمنع، لكن إذا صار اضطجاعا أو استلقاء أو اقترب من ذلك هذا الذي ما عاد متمكن، لكن الجلوس في الباص هذا متمكن، في السيارة متمكن، في القطار متمكن، هذا لا ينقض الوضوء. الآن نفترض فرضا لسبب ما انتقد وضوءه بسبب آخر وصل إلى مكان العمل، هنا نطرح سؤال آخر. طبعا هذا السؤال في أيام الشتاء وليس اليوم، ألم يكن بالإمكان تسخين الماء؟ أليس هناك وقت كافي لتسخين الماء قبل شروق الشمس؟ كان هناك ماء ساخن أو في وقت لتسخين الماء ويجد بالتالي أدوات تسخين الماء، فعليه أن يسخن الماء طالما أنه يدرك الوقت قبل شروق الشمس. لم يتمكن من ذلك؟ إذا افترضنا أنه ما في أدوات للتسخين أو في والوقت لا يكفي أو يعني لسبب ما استطاع وخشي فوات الوقت، عند ذلك يتيمم ويصلي. جميل. ثم وما المعيار في ذلك؟ هل المعيار هو الهلاك فقط أو طبعا بده يكون في خوف على النفس. هذا حصل مع بعض الصحابة رضي الله عنهم، قال خشيت على نفسي، قال للنبي عليه الصلاة فأقره النبي عليه ولم ينقل، قال أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالإعادة. لذلك العلماء اختلفوا، وهذا الذي تيمم لأجل البرد وصلى هل يعيد أو لا يعيد؟ يعني المسألة خلافية وفيها فصحى. جميل. بارك الله فيكم شيخنا، شكرا جزيلا لكم على هذه الإيضاحات. الله. بارك الله فيكم. كذلك أنتم مشاهدين شكرا لكم على متابعتكم لهذه الحلقة من برنامج لتفقهوا في الدين، نكون معكم فيها في كل خميس في ضيافة الدكتور أحمد بن سعيد حوا، وهذا معتز نواشي، يعني أحييكم وأشكركم على متابعتكم لهذه الحلقة، نستودعكم الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر.